سوف نبقى هنا كي يزول الألم. سوف اللهم أطعم من أطعمهم. آمين. اللهم أطعم من أطعمهم. آمين. اللهم رد عنا وعنهم جوع يوم عظيم. آمين. وكرب يوم عظيم. آمين. اللهم من أطعمهم فأظله في ظل صدقته يوم القيامة. آمين. اللهم استجب يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم من أطعمهم فأطعمه. آمين. اللهم من أطعمهم فأطعمه. آمين. استبشروا خيرا يا إخوان. سالت تتقدم وتتواصل التقدم ولن تتوالى ولن تتردد بحول الله عز وجل. وإخوانكم من كل مكان يسندونهم، والله وصلتنا الدعاء لكم من كل مكان، من الأطفال ومن الرجال ومن النساء ومن المرضى ومن الجرحى ومن المصابين ومن المشردين. الكل يدعو لكم، الكل يقول اللهم أخلفهم في أهلهم خيرا، اللهم أخلفهم في رزقهم خيرا، اللهم أخلف لهم في مالهم خيرا. لن نتوقف، والله يسمع ويرى، حتى نسقي ونطعم جميع إخواننا في الشام بإذن الله. والفضل لله وحده ثم لعطائكم. الله أكبر. ساند ساند ساند، شمس من الخيرات وعمل لا يتوقف. الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوالي، نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي، بل نسير للأمم، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.